برنامج تحت السور في هذا الجزء الأخير، والحديث هذا الأسبوع كان على الفنانة شيرين. شيرين اللي تمر بمأساة بأتم معنى الكلمة. شيرين دخلت بعضها مسكينة، شيرين ياسر مشاكل. أنا نقول ربي يكون في عونها، ونقول اللي مش سهلة اللي تعيش فيها. سونيا تبعت الحكاية شوية؟ والله شوية، خطر المسلسل طويل برشا، دونك أسرتان مومون جو ديكروشي. ونعرف اللي هي دخلت السبيطار، اللي عندها انهيار عصبي من ياسر حاجات. نذكر جات سكرت الكونت نتاعها، هي جات القرطاج الفيستيفال وعملت تحيه واوماج لطبيبها اللي عالج فيها. وفي تونس خاضت الدنيا، قال لك شنو بفلوسنا وهي جايه زعما تعمل في نقاها في تونس ونداويو فيها احنا. وانا جو تخوف اللي بالحق الفنان قد ما هو يداوينا كي نبداو في حاجه لك الفن الجميل وكل الاحساس الحلو. شيرين كانت ديما عندها كل تلقائيه مع جمهورها وتحكي كل شيء، اما المره هذه يظهر لي هربت بها الحكايه شويه. سي لطفي تبعت شويه الحكايه؟ والله انا بون مش برشا، ما نكذبش عليك، خاطر عندي حاجات اخرى مهتم بهم. اما نحبها، يعجبني صوتها، احساس متدفق مرهف جدا. انها توصل للنهايه هذه انا ما نستغربش، لانه صراحه في تاريخ الفنانين والمشاهير بصفه عامه ربي يعطيك الموهبه، اما كيفاش انت تجاري الموهبه هذيك، تجاري الشهره، تجاري الستاتيو جديد، الجمهور، محبه الناس، الدنيا كلها علاقتك بها تتبدل بما فيها عائلتك، ما عادش انت كيما كنت وانت كنجم كستار. فما عباد عندهم قدره على اداره المرحله الجديده في حياتهم والتحكم فيها، وفما اللي كيما قلت انت تنفلت الامور وتنجم، خاصه اذا دخلت العالم المخدرات صراحة يولي الخروج منه صعيب، صعيب برشا. إن شاء الله مادام عالم الفن والإبداع وحتى الإعلام متعاطف معها إيجابية، يعني شفنا تدوينات من كبار الفنانين والفنانات كيما ماجدة الرومي، كيما لطيفة، كيما غيرها، أول مرة تقريبا فنان في محنة يحظى بكل هذه العناية من عند زملاء. وهذه أكد لي المرأة هذه محبوبة تقريبا من عند الناس. علاش نجم تختلف معها في كل شيء وعلى كل شيء إلا في القرجومة والإحساس اللي عطاه لها ربي، وصدقة صدقة صدقة برشا. شيخنا سخفتني برشا شيرين، إن شاء الله ربي يفرج عليها ويفرج على برشا فنانين. احنا مش هي برك، كي نحكيو على إسماعيل ياسين يوصل فنان من قوة التمثيل نتاعو يتسمى الفيلم باسمه، معناها قبل نقعدوا نلوجوا على اسم الفيلم هذا، لا يقول لك إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ديجا قوة، يصور 16 فيلم في العام، مليونير، كاشي نتاعو ما اغلى الكاشيات، بعد نهايه ماساويه، فالس، فقير، ملوح، صباح وما ادراك ما صباح اللي تعرفها وحكيت عليها، وولدها في امريكا وبنتها ما شاء الله عليها في اوروبا، وفي الاخر بقيت عمرها تعديها على وجه الفضل في اوتيل، معناها في شومبر عطيها لها واحد وتطلب في ربي وقتاش نموت. مش قلت فلوس؟ لا كيفاش تجاري؟ نهاية أخرى معناها، إن شاء الله مش نهاية. ما هي المشكلة سببها الفلوس يا سي لطفي، لا بابا سببها الفلوس، لو مش الفلوس ما تطيحش. كيفاش؟ مش معناها الفقر، كي نقولوا الفلوس كي تجي الواحد الفلوس وما يعرفش كيفاش يتصرف فيها، لأنه هو ربي سبحانه وتعالى يعطيك نعمة، أنت أعرف كيفاش تجيرك النعمة هذيك. فما ناس، فما فنانة إيطالية خدمت 6 سنين وقصت، قالت أنا وفايزي، عملت بطيمة وكذا ودار وعائلة، قال لها مهبولة أنت مازلت تنجم تخدم، قالت له أنا حد هنا سي بون، عندي حياتي، عندي أشياء أخرى. مش معناها النهاية تكون بالفقر. فما مطرب ولا فنان إنجليزي ما شاء الله عليه، معناها أرشي ملياردير، اختار أنه يوني حياته في حفلة كان يعملها كل رسعة، يلم الفنانين الكل وفي الآخر قتل روحه. فما سعادة ينشدها هؤلاء، يعطيه للناس الفرحه والمحب وكذا، اما في الاخر في الاخر من داخل يقول لك خنجربها تو نلقاها هنا، تو نلقاها في الحفله هذه، تو نلقاها في المخدرات، تو نلقاها وما يلقاهاش، يقعد يلوج يلوج يلوج، بعد يقول شنو هي هذه؟ تعرف كيفاش؟ هات انهي حياتي، والكثير منهم انا وحياتهم، لانه فما سوء فهم ولا جات الدنيا مع بعضها ما عرفش كيفاش يجريها. احنا حاولنا نجمعوا شويه قصص ما اللي معروفين نتاع نهايه الماساويه، نهايه الماساويه المشاهير هذوما، ونرجعوا باش نكملوا في موضوعنا. تفضلوا. حياه
حياة المشاهير أضواء شهرة وبهرج، لكن الحقيقة اللي وراها ساعات تكون ظلامية أكثر من اللي نتصوروا، ونهاية البعض منهم تعكس الشيء هذا. أكثر النهايات الدرامية اللي خلت صدمة في تاريخ المشاهير نهاية الفنانة التونسية ذكرى اللي تقتلت بأكثر من 20 رصاصة على يد زوجها أيمن السويدي، ثم قتل مدير أعمالها ويكمل الجريمة بقتل نفسه. جريمة هزت الرأي العام ولليوم ما زالت محل جدال. لا أنا أقدر أخونا. الفنانة اللبنانية سوزان تميم زيدة طالتها يد الغدر على يد رجل الأعمال المصري هشام طلعت اللي خطط لعملية ذبحها في شقتها بدون رحمة. تهديدات وحسجنك وهعملك وهلبسك تهمة، وسامع كل حاجة يا بابا. مش عايز أكبرها بس الموضوع كبير. لتغادر الساحة الفنية في عمر 31 سنة. سندريلا الشاشة سعاد حسني وبعد مرضها تسافر لندن للعلاج، لننهار العالم يفيق على فاجعة سقوطها من شرفة شقتها وموتها. السلطات البريطانية تقول أني عملية انتحار، وأطراف أخرى مصرة على أنها عملية قتل مدبرة. هكا ودعتنا سندريلا بنهاية عمرنا ما توقعناها بعد ما كانت أيقونة للفرح والحياة. عام 1983 داليدا النجمة الإيطالية العالمية ذات الأصول المصرية تقرر باش تنهي حياتها بجرعة أقراص مهدئة، وخليت رسالة تقول فيها: سامحوني، الحياة لم تعد تحتمل. أهم سبب كان وراء انتحارها هو كثرة خيبات الحب اللي عاشتها وخليتها تعيش حياة مأساوية. شهدت تونس عام 1930 واحدة من أبشع جرائم القتل، مشيت ضحيتها الفنانة التونسية اليهودية حبيبة مسيكا اللي كانت تلقب بحبيبة الكل بسبب حب الرجال لها، وخاصة الثري اليهودي الياهو الميموني اللي عشقها وطلبها للزواج، أما رفض حبيبة خليه يمشي لها لدارها ويشعل فيها النار وهي حية، النار اللي كليته وكليتها، وكانت نهاية من أبشع ما يكون بسبب الحب المجنون. مارلين مورو لليوم موتها مازال يثير الجدل والغموض بعد ما تلقات جثة هامدة في شقتها وأقراص وأدوية من حولها. برشا يقولوا أنه انتحارها مستبعد وأني تقتلت في عملية تصفية لأغراض سياسية. الممثل هيث ليدجر اللي جسد شخصية الجوكر الشهيرة ينهي حياته بتناول جرعة مخدرات زايدة جراء ضغوط عصبية ونفسية بسبب شخصية الجوكر اللي ما نجمش يتخلص من تأثيرها القوي عليه. روبن ويليامز الممثل الأمريكي اللي كان يسعى في كل أدواره لإسعاد جمهوره فنى حياته لإسعاد الناس، لكن أنهاها بالانتحار شنقا في بيته. كل هذه النهايات المأساوية وغيرها تخلينا نعيد النظر على البريق اللي غطي حياة النجوم ويجهرنا، أما يخبي وراه برشا أسى وحزن ومعاناة. آه يا ربي، آه سيراجي فرحات ذكرى بنت نبكي تونس على نبكيو على ذكرتنا. وي التوى. وي بيان سور ما تمتعناش بها. وي وي عملية القتل متاعها بشع، شيء معناه سريالي ما لا يتصور. شنو هي 30 كرتوشة هذه وقتاش كيفاش والزوج هذا مهبول شبيه؟ ما هي حكاية أكبر تنجم تكون متزوج، هي ذيك اللعب مع الكبار. يقول لك حكي لنا نعرف نعرف هذي فهمت اللعب مع الكبار. طنط هذي كانت هذي كان بعنت أصدقاء بليغ حمدي كانت وكل مرأة بنتها فنانة تقول لك طنط هاي ده اللعب مع الكبار. تعلمت الكلمة ذيك وفين فما كبار وانا نهرب على خاطر شيء خوف الناس هذوما
كان سياسيين كان ناس جاه ومال وكل هذو ما يلموا الأوساط هذه الكل. دونك نحس اللي معها شاشة النفسية ناس نفسيتهم هشة ناس شوية زادة أنت تعليمهم قليل محيط الاجتماعي متاعهم ويقعوا روحهم في معامع كبيرة عليهم. ذكرى نحس كما سعاد حسني سعاد حسني وليت صالح جاهين مخابرات تحب تكون حاجة أكبر من لبسها هي سندريلا هي معناتها دورها في الدنيا محليها بجمالها بصوتها بكل نغش النغش دلولة سعاد حسني تلقى روحها داخلة في حاجات أكبر منها صحيح ولا لتوا أختها اسمهين برافو كيف كيف أختها أختها لتوا أخت سندريلا اللي هي نجات صغيرة ما عادش تغني أي قررت الانقطاع عن الغناء من اللي ماتت أختها. أنا نعرف ذكرى أخواتها التو اللي نجموا يسمعوا غنياتها في راديو في كاسات في سي دي ما عادش نجموا تلمو ترزينا فيها أحنا ترزينا فيها أحنا الانتحار قداش زاد حاجة وي جوستومون على خاطر توا احنا شفنا مجموعة من الفنانين يزلنا نفرقوا بين اللي كانت لهم نهاية مأساوية بالقتل وبين انهم اختاروا انهم يضعوا حد الحياة وقتها تتساءل تقول الناس هذوما اللي عطاوا برشا فرحة اللي هما المفروض يكونوا محبين للحياة عندهم الشهرة وعندهم وعندهم المال تحت الأضواء عايشين كيفاش ينجم يقرر في وقت من الأوقات وإلا تقرر في وقت من الأوقات أني تنتحر. دونك وراك الصورة هذيك متاع الفرحة ومتاع العيشة اللي ربما يتمنوها الناس الكل يقول لك الناس هذوما عندهم كل شيء كيفاش ينتحر وإلا كيفاش تنتحر ورا الصورة هذيك تنجم تكون فما مأساة كبيرة كنا نحكيو على شيرين اللي هي مفروض عندها كل شيء وربما الفنان عنده كل الإحساس المرهف اللي يخليه ربما ضعيف برشا أنه ما يتحملش الشهرة أنه ما يتحملش الأضواء أنه كل شيء متاح يولي يلوج على المتعة في كل بقعة متعة الكحولة ومتعة المخدرات دونك يكبر عليه الشيء فيولي يرى أن الحياة ما عاد عندها ما تقدم له وربما فما شكون اللي يختار انه يمشي في اوج الشهره نتاعو شفنا مشاهير ما استحملوش الشهره كيما مايك برانت قبل كيف ما باتريك دوفير اللي افطر وقعد ومن بعد انتحر شفنا مشاهير اخرين اللي هما موش فنانين حتى اللي تقول عندهم كل شيء علاش ينتحروا يوصلوا للعدميه عرفت انا سؤالي لو انه الفنانين هذوما ما انتهيوش بالطريقة هذه هل كنا اليوم نحكيه عليه؟ أنا رأى اللي الفنان كشخص غير عادي ينتهي بطريقة غير عادية من رأى فنان يشغل الدنيا والناس ومن بعد يشد فرشه مريض يستنى حتى يجيه مبعوث من السيد وزير الثقافة جايب له بلاتون حاس من الأسواق شوية نوار بلاستيك ويقول له سلم عليك السيد الوزير وهذه اللي كتب ربي باش تكمل حياتك أنا مراش هكا مات في فرشه ذكرى كي ماتت بالتاريخ هذيك ربما ولات ذكرى صنعوا الحدث هما أحياء حبوا يغادروا بطريقة تخص وتخليهم مرة أخرى يصنعوا الحدث ويبقى تتغشى عليك الشيخ راهو نجموا نحكيوا عليهم اكثر كانوا نجموا يخدموا برشا خدمه اما السؤال زاد اللي يطرح نفسه اش خلى هذوما ينتحروا ونرجع للمودي البنايه اللي سانوا الخضار ولا العطار 200 دينار يشنق روحه في زيتونه شنو البوان كوما بيناتهم الزوج لا فوالا هي قصه يقولوا قبل بنت ملك هربت باش ما تتشدش في الاسر وخرجت مشيت خذيت عامل فلاحي وتنكرت على اساس انها هي فلاحه كيفو باش ما يعرفوهاش كل يوم يجيب لها الماكله يجيب لها الحوت يجيب ديما حزينه هي قال لا لازم يكون على الطماطم جاب لها طماطم حزينه لا ما عنديش تفاح جاب لها التفاح حزينه قالت له شوف قالاش بيك قد ما جبت لك وعطيتك ديما انت حزينه قالت له انا متربي على نمط اخر انت شيخك التفاح والبطاطا والطماطم والفلفل والحوت انا راني بنت ملوك نحب الفن ونحب حاجه يجوني فلاسفه يجوني مفكرين نقعد نعيش معاهم هذاك جوي صحيت لهنا المعنى من القصه هو انه بنت الملك هذه هي النفس والبيزون هذاك الفلاح هو الجسد هذا غذاء احنا ديما نعبيه الجسد ونسين اللي عندنا حاجه داخل اسمها روح الروح هذه ما جاتش من هنا ما تخلقتش هوني جات من بلاصه اخرى جات من عند ربي
تستحق هي وحدها تبدا تبحث على الغذاء نتاعها كي يخليها هو ما يعطيهاش الحاجه اللي تحبها كسوا دين ولا ايمان والا اي حاجه اخرى اذا ما تغذيتش ولا حب ومحبه برشا محبه تخرج تولي ما تقعدش تولي تقول له سامحني هي اللي تطلب باش تخرج من البدن هذايا. انا لاحظت لي الفنانين هذوما اللي يعطيو برشا حب للناس ولجمهورهم والمعجبين بهم وهما يكونوا ناقصين وكيلقاو مشروع حب ومش اكيد يكون مشروع ناجح يهبطوا على هذيك القصة كيما شيرين توا تحس كي تحكي على في لقاءات سابقة على حسام حبيب تقول منه نخلق معناتها حسام حبيب هذايا اللي انا كيما ولدي كيما درت شنو فما ناس سيت اون غولاسيون توكسيك على خاطر فما ناس ماهوش باهيين فما رجال مش باهيين ونساء زادة وتقول شنو يعملوا مع بعضهم وفي نفس الوقت يبعدوا في زعفيس عم يرجعوا ويكملوا على كتم هما بعاد على بعضهم. شيرين في لحظة صحوة قالت حاجة قالت انا هكا وهو هنا كيما نجمش يوصل لي حب يهبط بطني تنجم تكون زادة حاجة صحيحة ما نعرفوش احنا بنهاية الحكاية هذية ما مساكن ربي يكون في عونهم بالحق الناس هذوما اللي احساسهم ياسر مرهف وناس ياسر فخجيل ناس فخجيل والناس ما ترحمش حتى اللي يحبوهم ويتفرجوا فيهم يسمعوهم بعد شي حاجة كي وليو يحكيوا بيهم على خاطر فضيحة كبيرة. شيرين كيف تعطي اللي صار في حياتها الكل تقولوا لجمهورها مسكينة بعد اش بشيلمها الحكاية اش بشيلمها حتى كي باش ترجع لاباس عليها ان شاء الله اما الحكاية فضيحة كبيرة. عندي فليجة وعندي وين ريتها نبدأ وشنو تحب فليجة ولا وين ريتها؟ أيا وين ريتها ترى؟ شفتك في الفوازير على فكرة. فوازير إيه؟ فوازير رمضان في التلفزيون ولا ألف ليلة وليلة باين. آه بس من المدة عرفت انت ابتسامة هكا عطائر ضحكة وإحنا كنا في مواضيع شوية هكا ثقيلة. الفليجة لقيت لكم حاجة في الفليجة لقيتها في الفريب الحقيقة شقالكم في هذا؟ 52 هذيا هذيا اسمها ظني 56 ولا 58 54 54 انت من تحت السور تعديت الحفصيه الحديد الحفصيه طول هكاك خاطر هذا جاو تحت السور دونك كيف شفت الثبات هذايا فرد الحذاء هذايا ياسر اسئله ساعه جي بونسي هذاك الرقم القياسي في تونس اطول الرجل في تونس رضوان رضوان وين حي وكا رضوان ولد راس الجبل في فرنسا شفته اخر مره في فيديو في شان فرونسيز رضوان شربيب فوالا رضوان نقول عاش زاد حكاية كاملة وقت اللي كان في الجينيس بوك والناس الكل تحكي عليه وفي الصحافة العالمية والتونسية وبعد ما نعرفش شنو يعمل هالايامات دونك هكا تحية لي كان يشوفنا ولا كان شكون يوصل له تحية وثبت كيما هكا خلينا نسأل معناتها تصور واحد حياته كل يوم باش يعمل خطوة شوف الخطوة مكبرها معناتها شوف كي يقول لك خطوتين وتوصل خطوتين على أن مقياس معناتها علما اللي تنجم تلقى زادة واحد خطوته هكا مسكين خطيته هكا ولا هذيك الدنيا كل واحد وخطوته. هذه كانت فليجة اليوم ننهيو بها حلقة تحت السور. نحب نشكر كل اللي كانوا حاضرين جماعة تحت السور في رجاء فرحات لطفي العماري سونيا دهناني ضيوفنا فاخر الرويسي إيلان بيتان اللي تكون معانا نهاية معاك باش تكون والشيخ محمد بن حمودة ونشكو أيضا نعيمة شرنيتي اللي كانت معنا في بداية هذه الحلقة وأيضا حسني منوبي ولد عم بشير المنوبي وكلمة الختام عندك أنت إيلان جورج أسوف. نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل في عدد جديد من تحت السور. إلى اللقاء.
حلف القمر يمينه قال لي يا حلو ساعة ما شاف حلف القمر يا قمر يا قمر يمينه قال يا حلو ساعة ما شاف في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي روحي كملت أوصافك يا روحي للدوا بين الجفون طل الهوى بأحلى عيون 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 قال للدوا بين الجفون السحر هان يا ألف اللون الشعر غافي عالتافي عين 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 يا علاوة لا بعض ولا قبلك يا روحي روحي كملت أوصافك يا روح لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات وإنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشان وإنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تنظر من زوجك شكرا